ما لبسيتك ما عرفناش واش بوليس باش مكري والله ما عرفناش كيفاش جايرين واش يدينا وقيامك على وما نعرف وهكاك ولا حد وصور واحد فينا هما ربعه وزيدك واحد اللي كيصور وخمسه ولا حد زعما باش الراي العام باش حتى واحد ما يتدخل ليحين الراي العام باش حتى واحد ما يتدخل ياك شنو دايرين ياك والله ما غتبقى فيكم بالله اقسم بالله العلي العظيم وانا نقول لكم انا شي لقى شي شي, شي 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 واحد من هادو نكون غنكون صايق في قنيطره ولقى شي واحد غادي في جهه الطريق والله خويا والله تندوز فيه بالطوموبيل اقسم بالله ما غنرحموش انا كنقول لك اللي كاين والله تندوز فيه بالطوموبيل نكون صايق ولقى قاطع الشرطه والله منزقلو وحسبوه كسيده ولا حسبوه بلاني ولا حسبوه كيما بغيتو انا كنهضر معكم نيشان لان هذه الحقره بزاف متابعينا الكرام السلام عليكم. عادل الميلودي يهدد بتصفية رجال الشرطة في خروج غير محسوب العواقب. هدد المغني المثير للجدل عادل الميلودي بتصفية رجال أمن مدينة القنيطرة بسبب اعتقالهم لزوجة إيمان جراء اعتدائها وإهانتها للسلطات. وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيها المغني عادل الميلودي يتحدث فيه على واقعة اعتقال زوجتي حيث هدد بتصفية كل من كان وراء دخولها السجن قائلا ما غتبقاش فيكم إذا لقيت شي واحد فيهم في قنيطرة غندوز فيهم بالطوموبيل وما غنرحموش وحسبوها كيف ما بغيتو. هذاك الشيء كنقول لكم اخوتي المغاربه كنقولها لكم كنعاود نقولها لكم راه النوبه غادي تبداو بيا انا غنكملوا بكم. شفت داك المسكين داك الدري اللي قتلوه البوليس قتلوه البوليس الرحمن شتو ولا ما شتوش داك الدري اللي قتلوه البوليس اللي ضربوه البوليس بالقرطاس في قنيطره في القصبه ودابا كاين اللي في الرحمن اللي قتلوه البوليس شي تعدد ديال شي بوليس نو داير